أهلا وسهلا بكم، ندعوكم للاشتراك بالقناة بالضغط على سبسكرايب أسفل الفيديو، ولا تنسوا الضغط على اللايك لمزيد من التشجيع. كيف حالكم الإخوة والأخوات؟ أرحب بكم، معكم أنا الحكيم عمر. اليوم سنقدم لكم وصفة رائعة جدا، وهي لباحثة ومتخصصة أجنبية لموضوع الشعر، وهذه الوصفة هي لنمو الشعر في فترة قصيرة جدا، وعلاج الفراغات في الشعر، ولعلاج مشكلة الحكة وطبعا وتقوية الشعر. الآن سنبدأ على بركة الله في هذه الوصفة. كما تشاهدون هذا السائل وهذا المركب الذي سنحصل عليه في نهاية الوصفة الخاصة بنا، وهي وصفة البطاطس أو البطاطا. طبعا هذه البطاطا نحتاج إلى حبة واحدة منها، وسنقوم بغسلها طبعا وتقشيرها بالطريقة كما تشاهدون في هذا الفيديو. هذه الوصفة وهذه البطاطا تحتوي على الكثير من المعادن المهمة جدا للجسم، وبالأخص سنخصصها لكم اليوم للشعر. كما تشاهدون في هذا الفيديو هي تقوم بتقشير هذه حبة البطاطس. الآن ستقوم بتقطيعها إلى قطع كما تشاهدون. هذه هي القطع من حبة البطاطس، والمعروف أن البطاطس تحتوي على النشويات والكربوهيدرات والفيتامينات العديدة والمعادن الرئيسية المغذية للجسم بشكل عام. الآن ستقوم بوضع هذه القطع في خلاط، هذا الخلاط، لتقوم بضربه على الخلاط والحصول على هذا السائل كما تشاهدون معنا. الآن حصلنا على، طبعا بعد ما أخذنا الخلاط وقمنا بضربه على الخلاط هذه البطاطا، قمنا بإضافة القليل من الماء لنحصل عليه سائلا، يعني لنستخلص هذا المركب وهذا المكونات بطريقة سائلة. الآن سنقوم بتصفية هذا المكون عبر المصفاة كما تشاهدون، ولنستخلص طبعا ماء البطاطا. وكما ذكرت لكم أن هذه ماء البطاطا هي مفيدة جدا، مفيدة للبشرة، مفيدة للشعر، مفيدة طبعا عندما نأكلها أيضا للمعادن الأساسية التي تتوفر بها هذه البطاطا. سنخصصها اليوم إن شاء الله في موضوع البشرة، في عفوا الشعر، وسأشرح لكم طريقة استعمالها للشعر. طبعا قامت هي الآن بتصفية وتنقية هذا البطاطا، وحصلنا كما تشاهدون على هذا السائل. هذا السائل هو مفيد جدا، وهو خلاصة حبة البطاطا التي حصلنا عليها. الآن سنأتي إلى التطبيق وطريقة التطبيق كما تشاهدون. يجب أول خطوة أن تقوموا بها، وهي تمشيط الشعر وتسليكه، يعني ليكون بالشكل الرائع، كي تقوموا يعني العملية الثانية وهو وضع طبعا السائل. الآن ستستعمل هي القطن كما تشاهدون، وضعت هذا القطن في الصحن والوعاء وعصرت طبعا القطن. ستقوم بوضعه على فروة الرأس، كما عودتكم دائما في وصفاتنا أن نقوم بوضع الوصفة على فروة الرأس، وأي بوصيلة الشعر، لأنكم تعلمون جيدا أن بصيلة الشعر هي التي يجب أن تكون مغذى بشكلها المناسب وبالشكل المناسب. هي الآن تقوم بوضع وغلغلة هذه المكون بين بصيلات الشعر كما تشاهدون في هذا الفيديو. ها هي تفرد هذه المادة وتغلغل البصيلات وفروة الرأس في هذه المادة، وهو ماء البطاطا كما تشاهدون. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، ولن تأخذ معكم أي وقت كما تشاهدون. الآن تغلغل طبعا فروة الرأس وتضع هذه المادة بين البصيلات كما تشاهدون معنا. هذه هي طريقة وضع المكونات. الآن ستضع إلى أطراف طبعا الشعر، ومن منبت الشعر إلى الأطراف يكون طبعا بشكل رائع، طبعا المكونات تكون بهذا الشكل كما تشاهدون. هي الآن وضعت هذا الشعر
كله في هذا المركب. كما تشاهدون معنا هذه الوصفة بسيطة جدا، هي الآن يعني قامت بترتيبه وتصفيفه، وستستعمل هي غطاء طبعا من النايلون لمدة ساعة واحدة فقط. تقوم هي الآن بوضع هذا النايلون لمدة ساعة واحدة فقط، وبعد هذه الساعة ستقوم بفكه وتصفيف الشعر. ستلاحظون أن الشعر أصبح بطريقة لامعة وشكله الجميل، وطبعا سيكون بنعومة في هذا الشعر. وبالإضافة أنه سنحصل في خلال فترة بسيطة جدا على شعر كثيف طويل، نمو بشكل رهيب جدا، وستتخلصون من مشاكل أيضا فروة الرأس. هذه هي قشرة طبعا ستتخلصون منها. استعملوا إخوتي وأخواتي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، وحافظوا على هذا الشيء بشكل روتيني، وستحصلون بإذن الله على نتائج أنا أعدكم بأنها تكون لكم مرضية بإذن الله. حافظوا على هذه الوصفة، ولا تنسوا أن تضعوا لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع، وشير وسبسكرايب إذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو، وشاركوه أيضا لأصدقائكم. وإذا كنتم عندكم أي وصفة أخرى في هذه الوصفات الخاصة بالشعر، لا تنسوا أن تضعوها تحت في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.